لله الحمد أنا يعني نشأت في بيئة رياضية. والدي الله يرحمه ويغفر له فهد عبد الرحمن اليوسف كان من مؤسسين نادي اليرموك ورئيس نادي اليرموك من 87 إلى 97. بشكل عام يعني أنا حالي حال أي أحد، لعبت كرة قدم، لعبت طبعا السلة والطائرة والألعاب الثانية وكرة اليد في المدرسة، كرة الماي ألعبها بحكم أني أنا كنت لاعب سباحة، فألعب كرة الماي يعني من ضمن الممارسات يعني اللي هي تنوع في الرياضة. احنا لعبتنا صحيح يعني كانها مصنفة من الألعاب الذهنية، لكن فعليا احنا ما نقعد هذه القعدة على الكرسي ونلعب، احنا عندنا مباريات توصل لأربع ساعات، فأربع ساعات أنا تحت الضغط النفسي أحتاج لياقة بدنية وأحتاج ذهن قوي. أول مشاركة يعني يمكن إذا بطولات محلية على سبيل المثال، والله يعني ممكن أقول بطولة الخيران، أتوقع الكويت كلها لعبت في بطولة الخيران، فبطولة حلوة يعني على ذاك المستوى يعني. لكن أول بطولة لي أشعر أن هي كانت على مستوى الكويت ورسمية كان بجمع حواض سباحة، كان في صالة بلياردو وأعلنوا في الجرايد وأعلنوا أن الثلاثة الأوائل راح يسوي معاهم مقابلات يحطون في الجرايد. ما أدري ليش كان طموحي أني أطلع من الثلاثة الأوائل، أبي أطلع بالجريدة الظاهرة أو شيء، فأخذت ثالث في هذه البطولة يعني. والأمانة يعني بطولة أولية شارك فيها بهذا المستوى ويب ثالث كان جدا ممتازة، المنافسة عالية في الكويت، ولكن كنت ممارس جيد للعبة، وبحكم أني كنت أساسا رياضي فأعرف من أين أبتدي وشلون أستمر وشلون يكون الانضباط عندي مسخر للعبة، فالحمد لله فترة وجيزة قدرت أرفع مستواي. وهذا الكلام سنة 2000. في البداية كان الأمر من البيت طبعا، من والدي ووالدتي أسأل الله يحفظها وإخواني وخواتي يعني في البيت، الأمانة يعني كانوا داعمين لي وهم يعني مثل ما قلت لك رياضيين ومتفهمين الشعور الرياضي والمنافسة. تدري إحنا يعني إحنا في الكويت عندنا يعني دراسة رقم واحد، وايد سمعنا أن الوالدين يقولون حق اللاعب يقولوا له دراستك بعدين لعبتك، وأنا الأمانة ما ألومهم، لكن في شيء بين هذا وهذا، وجزاهم الله خير والديني يعني قدروا يخلوني أن أكون في المكان هذا، أني أنا مارس لعبتي وبنفس الوقت أكون جيد في دراستي وأحصل على يعني تعليم ممتاز. فالداعم الأول كان أهما، وفضل من رب العالمين يعني. بالتالي داخل اللعبة أنا يعني أعتبر نفسي جدا جدا محظوظ إني يعني ابتديت أمارس اللعبة في فترة من الفترات. يعني أنا خاف أذكر أسماء وأنسى أسماء يعني، لكن يسامحوني ويعذروني ربعي أنا، لأن ودي إني أذكر أسماء. عندنا الكابتن عارف العوضي، الكابتن خالد مطيري، الكابتن علي بهبهاني، الكابتن أحمد الفضلي، الكابتن طارق الملا الله يرحمه ويغفر له، كابتن عبد العزيز العوضي، الكابتن احمد الفضلي، مشعل الكندري، كلهم كباتن كبار، واخوي الكبير هذا يعني بعد ريال يعني مع فارق السن كان اللي كان يعاملني اني نظيره عادل شطي، وكثير من الاسماء، وما انسى يعني اخوي احمد مطلق. احمد مطلق يعني هذا الشخص اللي كان على قولتهم دائما معاهم تدرب مع بعض وارتقينا مع بعض، ماجد العازمي، مشعل المرضي، بس مشعل طبعا اصغر مني، فهو اللي مشعل راح يعرف انه هو اللي احتاجني، لكن انا طبعا احتاجه اكثر لاني هو احتاجني كلاعب، ولكن انا احتجته كشخص وهو وقف معي طول عمري ولغايه اليوم يعني اخوي اللي ما يابت امي. فناس كثير كثير في حياتي في اللعبة ما قصروا معي، صحيح في منهم الحين ما قاعد يلعب ولا يمارس اللعبة ويعذرني أني أنا ما ذكرت اسمه، لكن هذيلا موجودين الحين حاليا في عالم اللعبة. رحل منهم أخوي طارق الملا، والأمانة كان يعني
رحيله مؤلم علينا كذلك. عندي صديق واخ هو غير كويتي اردني جلال الساريسي ابو عبد الله، كان من الداعمين لي والناس اللي وقفوا معي، هذيل اخواني اللي ما يابتهم يعني. فهذيل ناس يعني عطوني من قلبهم، ما بخلوا علي في معلومه في يوم في وقت يعني ضيقتي، لان في البدايات انت ما يكون عندك معلومات ولا يكون عندك معرفه، فتحتاج اللي يوقف وياك، اللي في الوقت اللي محتاج احد يطبطب عليك يطبطب عليك، يعرفون حتى لما انت تي بتفرغ يعني بتفضفض بتتكلم، فيسكت هو يسمعك مهما كان كلامك قاسي يعني، مرات حتى تفرغ فيه يعني. فناس كثير وقفوا معانا، هذيلا انا اللي ذكرتهم لاعبين. في غير اللاعبين عندنا خالد القبندي ابو طلال، محمد ابراهيم، وجاسم، محمد سلمان، سيد فهد الغنيم، يعني دعمنا معنويا وماديا، وابراهيم العوضي، وكثير كثير منهم يعني اللي وقفوا معانا وما قصروا يعني، جزاهم الله خير سواء معنويا ولا ماديا، لان احنا يعني لعبه ما عندنا ميزانيه، فهذول الناس اكثر دعمونا ويسامحوني اللي يعني ما ذكرتهم، ولا لان كثار يعني كل شوي يطلع احد في بالي، لكن البيت هو الاساس. تالي بعدين انا تزوجت والحمد لله صار عندي عيال، فحاليا انا يعني اكثر الناس اللي يعانون معي، لاني اسافر وايد، العب بطولات كثيره، تقلب في المزاج. زوجتي وعيالي جزاهم الله خير يعني متفهمين ويراعوني ويدعون لي ويسألون عني، ورجعت متضايق يعني جزاهم الله خير، عسى الله يخليهم لي ويبارك فيهم يعني. ففضل من رب العالمين، بيئة طيبة في البيت، والحين ما شاء الله تبارك الله طلع عندنا جيل جديد، والجيل الجديد يعني فضل الله رزقنا بناس طيبة ونعم فيهم، كذلك في ناس كثير حوالينا يعني. أنا عندي فضل من رب العالمين مئات الأصدقاء في البلياردو، يعني ما أدري أذكر منهم يعني، فذكرت اللي لهم بصمة في اللعبة فلهم بصمة في حياتي، مو بالضرورة الاسم اللي قبل الثاني هو الأفضل من اللي ذكرته تالي، وكثير كثير من الأسماء اللي لهم فضل علينا والله ندعي لهم في صلاتنا يعني. أثناء دراستي شاركنا في سوريا البطولة العربية، وفي وقتها شاركت فقط مسابقة الفرق ويبنى المركز الثالث، هذه كانت سنة 2003، هذه أول مشاركة لي مع المنتخب. والله هذه البطولة يعني أنا ما كان حاصل لي أني أشارك في التصنيف، لأني كنت في الكلية والكلية ما أطلع إلا في الويكند، صادف أن في فقط بطولتين وصلت فيهم نهائي، فارتفعت نقاطي وصرت من العشرة الأوائل، ما صرت الأول ولكن من خلال هالبطولتين جبت نقاط عالية، فالحمد لله كنت من العشرة الأوائل من ضمن الفريق المنتخب اللي اختير لل 2003 في سوريا. فسافروا قبلي، خلصت اختباراتي، أذكر ولد خالي ياني الكلية وأخذني وبسرعة بسرعة لحقنا على المطار، والكاونتر كان يسكر، وفي هالبطولة ابتديت عاد يعني على قولتهم مشواري الدولي، وتعرفت على ناس كثير منهم أخوي الله يرحمه ويغفر له جلال الساريسي وزيد دويب، هذيل أخواني يعني من خارج الكويت، عندي كثير يعني ربعي مقربين جدا يعني. فبطولة كانت فيها مباريات حلوة ولها ذكرى طيبة، وفيها يعني ومن المباريات الحلوة هذه كان في مباريات صحيح خسرت فيها، في مباراة كانت هذه مباراة كانت مؤلمة مع الفريق الأردن بالسيمي فاينل، وكانت مع أخوي زيد، وكانت مباراتنا في الصالة، إذا فزت أنا نوصل نهائي، إذا خسرت الفريق يلعب على الثالث والرابع. فسبحان الله خسرت في المباراة ولغاية اليوم يعايرني فيها، لكن كانت مؤلمة جدا الخسارة، لأن شعرت أن ربعي كانوا يطالعوني، صحيح أن احنا ثلاثة من ضمن خمسة خسرنا، بس لأني أنا آخر واحد خسرت فأحس أنها ثقيلة. فما أنسى أول ما رجعت الكويت يعني أخوي أحمد مطلق، يعني هذا صديق الصدوق صديق التدريب، قال لي كلمة يعني كأنه نبهني صحاني يعني، سلم علي
واول ما شافني يعني بعد المباراه وسلم علي قال لي على قولته يعني من هي مداعبه ولكن كانت جاده، قال يعني اهلا بك في عالم المحترفين. شلون يعني؟ شنو يقصد؟ ان هذا الالم راح تشوفه وايد، فاذا انت ما تحملته الان ما راح تتحمله طول عمرك. هذا الالم المفروض تستخدمه كمصدر قوه وطاقه لك بالفتره الجايه. فانا عشان كذي محظوظ اللي حواليني كانوا ناس يعني يجيب الكلمه في وقتها والكلمة مطلوبة يعني، جزاهم الله خير. فهذه كانت دافع كبير بالنسبة لي، وإحنا كان عندنا محترفين من الفلبين عندنا في الكويت، فعلى طول من رجعت من البطولة هذه لعبت بطولة فيها تقريباً 11 محترف والحمد لله فزت فيها على طول يعني.